تحدى علي البالغ من العمر 40 عام لإعاقته الولادية في أطرافه السفلى، فهو يعمل على عربة لنقل الحاجيات من منطقة إلى أخرى داخل مدينة بلد جنوبي محافظة صلاح الدين، ضاربا بذلك مثالا يحتذى به في مواجهة صعوبة الحياة ومشقتها. اشتغلت عدة شغلات وأني معوق، اشتغلت بالدقائر، اشتغلت بالمخدر، اشتغلت بعد بنزين، اشتغلت بالمادورات، حتى بالعمالة اشتغلت. وانطح كل معوق وكل واحد يعني يشتغل شغل يعني حر احتله وهو مات. وانا يعني الحمد لله وشكر هذا استقراري على الستوتة، نوبات احمل بالسوق، نوبات احمل بالمحطة على حسب الرزق. واتمنى من كل معوق ومن كل انسان ان يعمل بجد واخلاص ولا ينتكل على احد. يعين علي 5 أفراد لأسرته من خلال عمله الشاق هذا، يوجه رسالة إلى أقرانه من ذوي الاحتياجات بضرورة محاولة الاعتماد على أنفسهم، لائما الجهات الحكومية المعنية لعدم تقديم رعاية كافية، حيث استطرد قائلا: من مثلي يجب أن يتلقى اهتمام المعنيين. تدري يعني الحياة صعبة، ظروف صعبة، الأمور غير أمور، فنريد من الله يعني الدولة تعين أمورنا. من مثل يعني معوق ما أقدر أشتغل، لا أقدر أشتغل، لا أقدر أجيب، لا أقدر أودي. لو شوية الدولة يعني تساعدنا أو تزيد راتبنا أو فشي كان مثلي ما يطلع للشغل. بس أنا عالجت الصعوبات يعني حتى ما خلت يعني ما خلت شغلة أقدر لها ما اشتغلت. وحسب منظمات حقوق إنسان محلية في صلاح الدين، فأن أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظات قد تصل إلى 4000 شخص لا يتلقون اهتماما حكوميا ولا تتوفر لهم مراكز تأهيلية تحتضنهم. سجاد حكمة، قناة زاغروس، محافظة صلاح الدين.